يا الله، شو من شان حلقة البحث؟ بقيان لك كم يوم وماني عرفانة شو بدي أعمل فيها. على فكرة كتير سهلة وممتعة، أنت بس ركزي شوي. سهلة؟ أي مزبوط، أنتو الشاطرين بتشوفوا كل شي سهل، مو مثلنا نحن الكسلانين. إذا بدك تنضمينا ميت أهلا وسهلا، أنا بعمل لك واسطة. واسطة ما؟ ردي على موبايلك. ردي، هاد مو تليفون، هاد مسج. ربحت رحلة إلى اسطنبول مقدمة من All Family Mall. معقول؟ ورجيني لشوف. هاتي لك. أي والله، ألف مبروك سموحة. أي خرب بيتك على الحظ. روحي إلا تكون مسحة. لا حبيبتي، ليش مسحة؟ لازم يكونوا حاطين رقم تليفون. أي تأكدي لك وينك. قلتي؟ أي. ألو، All Family Mall. I could tell the world just one thing, it would be all okay. Not to worry, 'cause worry is wasting you. صباحو حسان. أنسة لبنى، كيفك؟ شو أخبارك؟ يسعدني إنك دائماً رائعة. لك أنت وينك؟ اللي قرنو قرنين سنة ما سمعت عنك شيء. تعرفي يعني سفراتي العديدة والمتعددة كانت هي إحداهن. الحمد لله على سلامتك. شو قال عايزني بشي ضروري؟ خير؟ يعني أنسة لبنى، باعتبار انه نحن من ضيعه واحده، شربانين نفس المي وماشيين على نفس الطريق وشامين نفس الهواء، اذا كان عندي فرصه عمل خارقه. خارقه؟ امسكي اعصابك لشوف. وحياتك ما سكتها من السنه الماضيه، خلصني قلي. عظيم جدا، اسمعيني منيح. احد اصدقائي المهمين جدا قام مؤخرا بافتتاح قناه فضائيه جديده، وهو حاليا بصدد تعيين مذيعات، وانا مباشره تذكرتك باعتبار ان اولاد ضيعه وحده وشربانين من نفس النبعه حسان والى اخره. ايه طيب، معناتها شو رايك؟ صراحه يا حسان الفرصه ممتازه وانا كثير بتشكرك، بس مو جو وترتيبي. مو جوك وترتيبك؟ كيف يعني مو جوك وترتيبك؟ لاني يا حسان لقيت الشغل اللي بحبه واللي بيناسبني. بس اقول لك، هي الفرصه ما لازم تروح من ايدينا بنوب. قصدك معناتها انه بدك تشتغلي هون وهون؟ لك طبعا لا، هي الفرصة ممتازة كتير، وحفل وتنزيل على رفيقتي ميديا، وانت بتعرف هلأ شو ظروفها. ميديا، اوكي انا موافق، كرمالك انا بخدمها بعيوني، مباشرة اتصلي فيها. يلا ثواني.